الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون والقائل في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه وأستفتح بالذي هو خير إخوة الإيمان تاريخنا الإسلامي تاريخ حافل بالرجال والأبطال والبطولات لكن الذي كتب لأبنائنا التاريخ في هذا العصر تعمد أن يفسد هذا كله وأن يغمط حق هذا كله إنهم أعداء الله وإننا ما وجدنا أمة تدع عدوها يكتب تاريخها إلا أمتنا في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بطل من أبطال هذه الأمة القائد عروج لكن لهذا القائد أخ قائد آخر وبطل إسلامي آخر فمن أين البداية وكيف كانت النهاية البداية أم أندلسية أوروبية للقائد عروج ولإخوته جميعا وأب ألباني عثماني استطاعت تلك الأم الأندلسية أن تهرب بدينها وأن تنقل الأهوال التي لاقتها وشاهدتها وسمعت بها وتعرفت عليها في الأندلس عن محاكم التفتيش وما جرى للمسلمين في تلك البلاد عندما أضاعوا بلدهم فأضاعوا إسلامهم فوقع ما وقع لهم فزرعت في أبنائها حب الجهاد وروح الإيمان والحرص على أن يكونوا خدما لهذا الدين وهنا نقول إن الأمة في كل عصر وفي كل عائلة لها أثر كبير في بناء الأمة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق البداية الأخرى استدعاء من سليم الأول السلطان العثماني للقائد عروج للمهمة المستحيلة التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي
وهي إنقاذ آلاف المسلمين من أقبية التعذيب في كنائس الصليبية في أوروبا. فقام بالمهمة المستحيلة ليس لمرة واحدة وإنما لعشرات المرات، وحرر عشرات آلاف المسلمين من نساء وأطفال ورجال سامهم الأعداء ألوان العذاب. لكن في يوم من الأيام وقع هذا القائد في جزيرة رودز بيد قوات القديس يوحنا، وقع أسيرا فسجن في تلك الجزيرة، إلا أنه استطاع أن يفلت في طريقة وأسلوب ومهارة لا يقوم بها إلا كبار الأبطال. ومن هناك استطاع أن يتسلل إلى إيطاليا وأن ينقض على إحدى السفن الصليبية وأن يقتل من فيها من الأعداء وأن يبحر بها إلى مصر حيث السلطان الغوري. ومن هناك انتقل إلى الجزائر وجاب بحر المتوسط شرقا وغربا حتى صار يعرف بالشبح، وكان المسلمون الأندلسيون يسمونه ببابا أروتس، لكن الإيطاليين حرفوها إلى بربروس، فصار يعرف بالقائد بربروسا الذي مجرد ذكره يورث الرعب في قلوب الأوروبيين. وفي رحلة من الرحلات وصل إلى تلمسان ورست سفينته على شاطئ تلمسان، وكان أميرها خائنا على طريقة طاغية الشام الخائن لبلده وأمته وشعبه وكل من ينتمي إليه باستثناء طائفته. فأخبر الأندلسيين أو أخبر الإسبان بوجود سفينة القائد عروج، فجاءت سفنهم وفتحت لها أبواب الموانئ في تلمسان فحاصروه وطلبوا منه أن يستسلم، فأبى وقاتل بيد واحدة وكان قد فقد اليد الأخرى في سبيل الله، وظل يقاتل حتى سقط صريعا. لكنه عندما سقط، في اللحظة التي سقط فيها بدأت خناجرهم وسيوفهم الحاقدة تنهج في جسده قطعة قطعة، ولم يكتفوا بهذا وإنما قطعوا رأسه وأخذوه إلى مدريد، ومنها جابوا بهذا الرأس كل مدن أوروبا، وكلما مر الرأس على كنيسة كانت تقرع الأجراس فرحا وطربا بسقوط القائد بربروسا. هنا ندرك أن الراية قد سقطت من يد هذا الرجل، لكنها لم تسقط من يد الأمة، فليست العبرة من يحمل الراية، لكن العبرة ألا تسقط الراية. انبرى بعد القائد عروج أخوه خسروف الذي صار يعرف بالقائد خير الدين، وكان قائدا بحارا عثمانيا إسلاميا مجاهدا في سبيل الله، فأبحر بسفنه إلى تونس ودمر الأسطول الإسبانية في تونس وحررها وضمها إلى أرض الخلافة، ومن انتقل إلى الجزائر فحررها وأدب وعاقب قادتها الخونة وعلى رأسهم أمير تلمسان وضمها إلى الخلافة العثمانية، ومنها انتقل إلى جزر إسبانية فحررها أيضا. هنا وصل إلى الأوروبيين خبر ظهور هذا القائد الإسلامي الجديد وخبر انتصاراته وخبر الدول التي ضمها
إلى الخلافة، فأعلن البابا النفير العام على مستوى أوروبا، وقرر أن يمنع الوجود الإسلامي من البحر المتوسط، فجمع جيشا جرارا بحريا لم يسبق لأوروبا أن اجتمعت على مثله، قوامه 600 سفينة أوروبية صليبية، تعداد جيوشه أو جنوده لا يقل عن 60,000 من الصليبيين الجنود الأوروبيين. بدأ القائد الجديد يعد العدة للتصدي للجيش الجرار، فجمع 122 سفينة في جيش لا يتجاوز 22,000 من الجنود، يعني النسبة بين الجيشين كبيرة. هم أعدوا 600 سفينة وهو أعد 120 سفينة تقريبا، هم أعدوا 60,000 من الجنود، هو أعد 20,000 من الجنود المسلمين تقريبا. وجاءت أوروبا بقائد أسطوري اسمه دوريا. هذا القائد في القرون الوسطى لم يكن له نظير ليقود تلك المعركة ولينظف على وفق عبارتهم البحر المتوسط من الوجود الإسلامي، فما كان من هذا القائد المسلم إلا أن أنهى المعركة خلال 5 ساعات، 5 ساعات فقط كانت كافية لتنظيف البحر المتوسط من كل السفن الصالحة. تلك المعركة أبقت الوجود الإسلامي سيد الموقف، وأبقت البحرية العثمانية سيدة البحر المتوسط لا ينازعها فيه أحد مدة 3 قرون متواصلة، ابتداء من عهد السلطان سليمان القانوني الذي سجد شكرا لله عز وجل عندما بلغته أخبار معركة بروزة، بل ارتفعت صيحات التكبير في اسطنبول والقدس ومكة والمدينة ودمشق وحلب وبومبي وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. إنها المعركة التي جعلت المتوسط بحرا إسلاميا لا ينازع المسلمين فيه أحد أبدا. أيها السادة، ماذا نعرف عن الأخوان بربرسة قبل هذه الخطبة والخطبة التي سبقتها؟ ماذا نعرف عن تاريخنا؟ ماذا نعرف عن رجالنا؟ ماذا نعرف عن أبطالنا؟ ماذا نعرف عن ساداتنا؟ عندما يتحدثون عن التاريخ الإسلامي يتحدثون عن بطش، عن لون أسود، عن دماء، عن قتل، عن مؤامرات. قلت قبل يومين لبعض الأخوة عندما تتحدث عن التاريخ الإسلامي لا يجوز أن تتحدث عن دورة المياه في قصر عظيم منيف، تنسى القصر وتنسى حدائقه وتنسى أبراجه وتنسى تحصيناته وتنسى قوته وتنسى جماله، ثم تتحدث عن دورة المياه فيه. هذا ظلم واستدراج لنا من قبل أعدائنا. وعندما يصور الأعداء لنا الأخوان بربرسة يصوران رجلين قاطعين للطريق مجرمين متعطشان للدماء تعطشا كاملا. هذا ما تحدثنا عنه اليهود لأنهم يتعمدون تشويه هذا التاريخ الإسلامي، لكنهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن القراصنة فليتحدثوا عن مرجان الذي أسس على حساب دماء الهنود الحمر
وأموالهم. بنك مرجان الذي ما زال موجودا إلى اليوم في أمريكا، والذي حصلت أمواله من دماء وأموال الفقراء والمحتاجين والمظلومين، والذي كان بحق قرصانا، لكنهم يلمعون صورته ويشوهون صورتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.